ماو. سنتعرف اليوم على بعض الأطباق التايوانية والتي تشكل جزءاً هاماً من المطبخ الصيني، إذ تستخدم الكثير من مكونات الطبق التايواني في الأطباق الآسيوية وتحديداً منها الصينية والفيتنامية. هيا بنا. شاشي، اخترت سلطة الطماطم التي يتناولها التايوانيون كطبق مقبلات قبل وجبة الغداء، وهي مكونة من قطع طماطم تضاف إليها صلصة البرقوق وورق الريحان الآسيوي، ومذاقها يجمع بين الحلو والمالح في آن. شيشي، شكراً إن أرابيك. سمك الجراس كارب أو الشبوط الذي نجده في مياه الأنهر الصينية هي طبقي لوجبة الغداء. يتم طهيها مع الخل الأسود، كما تضاف إليها بعد سلقها الصلصات الحلوة المذاق، ويسمى هذا الطبق صحن منطقة جيانجيانغ المطهي على طريقة البحيرات الغربية الصينية. يوجد في تايوان العديد من الطهاة العالميين الذين يحبون المزج بين الثقافات من خلال الطهي، لذا قررت أن أتناول وجبة عشائي في مطعم تايواني فرنسي للتعرف على نكهات وطرق تحضير وجبات جديدة. ميرسي شيف. إذن طبقي لوجبة العشاء هو حمام مشوي على حطب أوراق أوكوميا، وهي نبتة تايوانية تضفي نكهة خاصة على اللحم الذي يتم شواؤه. أضاف الشيف الفرنسي كليمون البراليني والبندق المكسر إلى هذا الطبق ليعطي لمسة عصرية للمطبخ التايواني. واو، الأورشيد هو طبق الحلوى لهذا المساء، مكون من الفانيلا واللوز والليلي جينجر التي تنبت في أعالي جبال تايوان. ليث بزاري، العربية، تايبي، تايوان.